لماذا لم تتم الاستجابة إلى طلبات النقابات حتى وقع الفأس بالرأس ووقع الإضراب وبدأ الضجيج والحديث والتصريحات وحالات الازدحام واضحة في الشوارع بشكل مثير للانتباه؟ يعني هذا يعكس فشل حكومة جونسون ومن يؤيده في سياساته اليمينية المتطرفة التي يطفيها إن كان في جانب العمال أو لناحية خروج بريطانيا من بريكسيت أو تعامله مع أزمة غلاء المعيشة وغيرها من الأزمات. هذه الأزمة أو الإضراب هو نتيجة طبيعية لفشل الحكومة في السيطرة على أمور البلاد أو لناحية السيطرة على ما يسمى بهذا التضخم الكبير الذي تشهده، وأسباب هذا التضخم متعددة وإن كانت لا تعترف بها الحكومة هي سياساتها الفاشلة عمدى الخمس سنوات الماضية لناحية خروج بريطانيا من بريكسيت وما كان لها من تداعيات من نقص في العمالة. طبعا السوق البريطاني كما تعرف أستاذي العزيز هي سوق عرض وطلب، واليوم هناك يعني شواغر كثيرة في الوظائف، ولكن الإمكانات أي إيجاد الأيادي العاملة بسبب سياسة هذه الحكومة منع حرية الحركة والتي كانت تساهم في رأب أو في مساعدة تعبئة هذه الوظائف في السوق البريطانية كانت أغلبها تأتي من أوروبا، وإلى أقل بكثير أو حد قليل منها يأتي من الهجرة والمهاجرين. وهنا بريطانيا نهجت أو سياسة حكومة بوريس جونسون نهجت هذا النهج وهي تدفع الثمن اليوم. لماذا أستاذ محمد تحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن ما وصلنا إليه في هذا الحال، وهي التي تقول وتؤكد وتعيد بأن المشكلة بين النقابات والشركات الأهلية، الحكومة ليس لها دخل في هذا الموضوع، وبنفس الوقت جونسون يقول أن الإضراب خطأ وغير ضروري؟ هذه وسائل نقل عام وهي ضرورة استراتيجية في أي اقتصاد عالمي بغض النظر من يملكها. ومن الخطأ الاعتقاد، وهو خطأ شائع، أننا خصخصنا في زمن تاتشر وبداية زمن ميجر قطاع النقل البريطاني بكامله، وكنا نحاول الانتقال إلى سوق ما يسمى خصخصة ممتازة ومخصخصة بامتياز، ولكن تم بيع هذه الشركات وهذه يعني الضرورة أو هذه الشركات الضرورية للاقتصاد الوطني، ولكن ما زالت الحكومة لها الرأي في إدارتها وأيضا تشرف على إدارتها من قبل أجهزة حكومية ناظمة، كما تتلقى هذه الشركات بالاتفاق مع الحكومة مراجع وفي مراجعات دورية أموال معينة لدعم ميزانياتها كي لا ترتفع التعرفة إلى مستويات عالية وتصبح عالة على المواطنين. ولذلك هي شركات نعم مخصخصة شبه أهلية، ولكن للقطاع العام البريطاني أي للحكومة البريطانية الكلمة الفصل، لأنه من خزانتها تخرج أكثر من نصف مليار أو 300 مليون سنويا لدعم هذه الشركات. وإذا كانت هذه الشركات بحاجة للمزيد من الرساميل لاستقطاب العمال، فعلى الحكومة أن لا تعتبرها أنها ليست يعني لا علاقة لها بهذا الأمر، وأن هذه الحكومات يعني يسودها طمع وجشع وما إلى هنالك مما نسمعه من وزير النقل البريطاني اليوم. نعم، على ذكر وزير النقل، بالأمس كان له تصريح لافت للانتباه بأن النقابات تغذي هذه الإضرابات من صناديق الضرائب والتي وصفها بصناديق الحرب، واليوم تصريح آخر بأن الحكومة يمكن أن تأتي بمستثمرين بشركات جديدة لتحل محل هذه الشركات والنقابات. إلى أي مدى هذا يمكن أن يستفز النقابات ويدفع الأمور إلى مديات غير متوقعة أكثر؟ أعتقد أن ما يحدث اليوم في بريطانيا، وإذا تعنتت الحكومة وكلام وزير النقل يعني على كل لسان اليوم في بريطانيا، قد يعيد بريطانيا إلى فترة إضرابات وسائل النقل في سبعينات القرن الماضي. وكانت خطة تاتشر عبر بيع هذه المنظومات وعبر هذا القطاع العام الكبير وتقطيعه إلى شركات محاولة لمنع وقوع مثل هذه الأمور من جديد ووضع أجهزة حكومية ناظمة لعملها. فإن كل المؤشرات تشير أن الأمور ستتعقد، لأن هذه الحكومة لا تبحث بموضوعية عن المشكل وتحاول التوصل إلى وساطة ما ترضي العمال وسائقي القطارات، علما أنهم يعملون لساعات طويلة وهناك نقص في الخبرات والعمال الخبراء الكافيين لتسيير هذا القطاع.
واستقطاب المزيد من العمال لسد العجز وسد النقص الموجود والتوصل إلى آلية. ولكن وزير النقل يرفض الحديث معهم ويتعالى على هذه القطاعات وعلى هذه النقابات، لأنه يعني بشكل أو بآخر يميني شعبوي يؤمن باقتصاد السوق الحر إلى أقصى حد. ولكن اليوم هناك فرصة لعمال القطارات، أن هناك تضخم كبير وجاءتهم فرصة مثل الحكومة ومثل وزرائها تماما، أنه يمكنهم المطالبة بالمزيد من الزيادات، وهم فعلوا ذلك لأنهم يعرفون أن القطاع يفتقر إلى الخبرات، يفتقر إلى الأيادي العامة المدربة الكافية. وبالتالي لو كان بوريس جونسون ووزيره جرانت شابس موجودان أيضا ضمن هذه الإدارات لكانا فعلا نفس الشيء، ولكانا على رأس المطالبين بزيادة المعاشات. وهذا هو الاقتصاد، ولكن ما بين الطرفين يا أستاذ محمد، مستخدم الطريق، الطلبة، الموظفون، هم من يدفعون الثمن، وحتى الكسبة وكل العاملين. تعرف حركة النقل حركة أساسية وشريان أبهر في العاصمة لندن. يعني أنا لدي كل الاعتراف بكلامكم، ما تقولونه أنا يعني أتفهم ما تقولونه. طبعا أن المواطن العادي يدفع الثمن، ولكن أيضا على الحكومة عندما تطرح عليها أسئلة ويتم المطالبة بزيادات معقولة أو أكثر من معقولة أو أقل من معقولة، أن أيضا تتحاور مع هذه النقابات وأن تتوصل معهم إلى حلولا وسط، وهو ما رفضه جراند شابس. وكان فقط من يعني القرارات الشعبوية أنه رمى بالكرة إلى ملعب أحزاب المعارضة التي لا ناقة لها ولا جمل، لا بنقابات العمال ولا بنقابات ولا بشركات تسيير القطارات حاليا كما كانت ربما في السابق زمن ما قبل القصصة، وذلك لرمي الطابة في ملعب آخر ويقول أنه ليس مسؤولا. أنت بالطبع المسؤول الأول عن الاقتصاد استراتيجيا وعمليا. طيب هل هناك أستاذ محمد حل وسط فيما يتحدث عنه أو ما طرح 7% والحكومة عرضت 3%؟ هل يمكن الوصول إلى تسوية تحت ضغط حركة الازدحام في الشوارع التي تأخذ أكثر من ساعة للوصول من منطقة إلى أخرى؟ أنا أعتقد أن هناك دائما مجال للحل الوسط، ولكن يجب أن يكون هناك قرار إداري. لطالما توصلت النقابات مع الحكومات المتعاقبة البريطانية على تسويات، تطالب أنت ب7% وتعرض الحكومة 3، ثم تتوصل إلى 5-5.5 مع تأخير ربما نقطة أو نقطتين إلى بعد عام أو عامين، كل ذلك متاح وممكن. السؤال هو الآلية والاستعداد كي تقوم الحكومة بتشكيل خلية أزمة تتواصل مع كافة النقابات وتسمعهم بعض ما يرضيهم. هم يعلمون وهم واقعيون أن البلاد في أزمة، وليست هذه غايتهم، أي ضرب الاقتصاد أكثر مما هو مضروب، أن يزيد التضخم أكثر مما هو متضخم حاليا. ولكن على وزير النقل، على الحكومة أن تشكل خلية أزمة تتعاطى بجدية أكبر مع ما يجري، وتأخذ وتأخذ على محمل الجد هذه النقابات ومطالبها، كما قد تتوالى. وهناك من يقول أن وصلت إضرابات الفكرة في قطاع الصحة وفي قطاع التعليم ستأتي بعد ذلك. محمد.